بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي طلاب سنة رابعة ابتدائي؟ بجد بجد وحشتوني، ورجعنا لكم تاني بعد طول انتظار مع حل تدريبات، سواء كان الكتاب المدرسي أو سلاح التلميذ أو الأضواء أو قطر الندى، لدرس إيه؟ أنماط سكان بلدنا. يلا بينا يا حبايبي عشان ما طولش عليكم. الأول، أول نقطة عندنا اللي هي توزيع السكان، نشوف الأسئلة بتيجي عليها إزاي. لما يقول لي محافظة تزيد بها عدد السكان عن 8 ملايين نسمة، هنقول محافظة إيه؟ شاطر يا أحمد، القاهرة. طيب لما يقول لي محافظة يقل بها عدد السكان عن 1 مليون نسمة، اسمها ايه؟ شاطر يا عبد الرحمن، مطروح، برافو عليك. طيب لما يقول لي تتشابه محافظتا، اتنين يعني نقط ونقط، في اعداد السكان في مصر، مين؟ طبعا الشرقية والبحيرة، امان شطورة. لما يقول لي اكثر المحافظات من حيث عدد المساحة محافظتا، يعني محافظتين مع بعض، القاهرة والجيزة، برافو عليك جودي، شطورة قوي 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 قوي. طيب لما يقول لي تتشابه كل من محافظة نقط الحضرية ومحافظة نقط الريفية في عدد السكان، هنقول له ايه؟ برافو عليك يا سيد، ايوه الاسكندرية اللي هي الحضرية واسيوط اللي هي ايه؟ الريفية، برافو عليك. لما يقول لي تجري مصر، تجري مصر تعدادها السكاني كل كم سنة يا ولاد؟ أيوة يا أماني، شطور، 10 سنين، شطار. لما يقول لي الجهاز المسؤول عن حصر عدد السكان في مصر هو الجهاز المركزي، المركزي إيه بقى نكمل؟ المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، برافو عليك يا عبد العال، أيوة ما هو عبد العال برضو معانا يا شطار، ماشي. محافظة يتراوح سكانها ما بين من 1 لـ4 ملايين نسمة، هنقول له إيه؟ طبعا الأقصر، انتوا كلكم شطار طبعا. طيب لما يقول لي محافظة يقل فيها السكان عن 1 مليون نسمة، لسه واخدينها، مطروح، شطار قوي قوي قوي. لما يقول لي المسؤول عن إجراء التعداد السكاني في مصر هو مين؟ هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلكم شطار والله. عبد العال ركز معايا وسيب بقى كوباية الشاي دي عشان ما ازعلش منك. يتم إجراء عملية عد شامل للسكان في مصر كل كام سنة؟ احنا لسه قايلينها 10 سنين، برافو عليكم. محافظة جنوب سيناء أقل المحافظة سكانا بسبب وفرة موارد المياه، خلي بال أنا أقول الكلام ده غلط، هي فعلا محافظة جنوب سيناء أقل المحافظة سكان، ولكن مش بسبب وفرة الماء. لو كان في مية ياما، وفرة الماء يعني في مية ياما، لو في مية ياما يبقى عدد سكانها عايزيه، ولكن طالما ان هي المية بتاعتها قليلة يبقى السكان بتاعها هيقل، وعشان كده نقوله ايه؟ لما يقول لي محافظة جنوب سيناء ويقول لي وفرة الماء، نقول الكلام ده غلط، المفروض ايه؟ قلة الماء. طيب لما يقول لي حصر عدد السكان كل عدة سنوات يقصد به التعداد السكاني، طبعا الكلام ده صح، شطار قوي 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 يا اولاد، برافو عليك. التعداد السكاني بقى ما المقصود بالتعداد السكاني؟ عنه اللي هو عملية حصر كامل للسكان لتحديد ايه؟ الخدمات. طب الخدمات التي يحتاجها مين؟ السكان. طب والسكان بيحتاجوها في ايه؟ في الحاضر والمستقبل، يعني في وقتنا والوقت اللي هيجي بعد وقتنا. يا سلام، التعداد السكاني له أهمية في تحديد نقط التي يحتاجها السكان، نقط نقط نقط، يبقى نقول له ايه؟ الخدمات، برافو عليكم برافو عليكم. حصر عدد السكان كل عدة سنوات يقصد به التعداد السكاني، السؤال ده اتكرر طبعا، صح، شطار قوي قوي قوي. ناخد بقى سكان الحضر. طيب الهجرة من الريف الى الحضر في مصر نتج عنها ظهور ايه؟ طبعا العشوائيات، برافو عليكم، الله ينور عليكم. لما يقول لي يتجه سكان الحضر الى الهجرة للمناطق الريفية، الحضر بيهاجروا المناطق الريفية، غلط، المفروض العكس، المناطق الريفية هي اللي بتهاجر الى سكان الحضر. سكان الريف يزداد حجم الأسرة المصرية في ايه؟
في الريف طبعا، مش محتاجه كلام. ايوه يا عبد العال ركز معايا، يعاني سكان الريف المصري من نقط من نقط مستوى المعيشه، نقول له ايه؟ انخفاض. عبد الستار جه معانا اهو دلوقتي وساب كوبايه الشاي. طب ماشي يلا بينا نكمل يا اولاد. سكان الصحراء اي البدو، ممكن يقول عليهم سكان الصحراء ممكن يقول عليهم ايه؟ البدو. يمثل سكانه نسبة ضئيلة جدا من سكان مصر على طول، وانا مغمض لما يقول لي نسبة ضئيلة نحط سكان ايه؟ البدو او سكان الصحراء، الاتنين بمعنى واحد زي ما قال عبد العزيز عبد الشافي. طيب يلا بينا. تبذل الدولة جهودا لاستقرار مين؟ البدو، وذلك عن طريق بناء. يبقى اكيد ايه؟ مساكن، مش محتاجة يعني. طيب برافو عليكم شطار. طيب لما اقول لي تبذل الدولة جهودا كبيرة لاستقرار سكان البدو، احنا لسه قايلينها. اه طبعا، عشان بتبني لهم ايه؟ مساكن. ادي السؤال بكذا ايه؟ صيغة. تمام شطار ايه ولا لا؟ انا عايز دلوقتي اقارن ما بين سكان الحضر وبين سكان الريف وسكان الصحراء. اقول ان سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحراء بيسكنوا فين وبيعملوا ايه ونسبتهم قد ايه والاميه فيهم قد ايه والمشاكل وحل الدول. طب الاول سكان الحضر يسكنوا المدن، طب سكان الريف اكيد يسكنوا القرى، طب سكان الصحراء اكيد في الصحراء. طيب يعملون ايه سكان الحضر؟ في الصناعه والتجاره والسياحه والخدمات اللي هي الصحه والتعليم. تمام. طيب بالنسبه لسكان الريف يعملوا ايه؟ الزراعه وتربيه الحيوانات، ده اكيد يعني، ده سؤال بديهي. طيب وسكان الصحراء اكيد في الرعي. طب نسبه قد ايه بالنسبه لسكان الحضر؟ 42 وسيبك من القصور. طيب بالنسبه لسكان الريف 57 وسيبك من القصور. طيب بالنسبه دول نسبه لا تذكر، نسبه ضئيله جدا جدا جدا، قد لا تتخطى ال 2% يعني. الاميه هنا في سكان الحضر منخفضه لانهم بيهتموا بتعليم ايه؟ عيالهم. طيب الاميه هنا في سكان الريف مرتفعه. طب الاميه هنا ما فيش اصلا، هو في عدد اصلا سكان قليلين خالص جدا جدا. طيب هنا المشاكل اللي بتواجه سكان الحضر ايه؟ هجر السكان الريف الى المدن، لما بيهاجروا بيعملوا حاجه اسمها عشوائيات. طيب اما هنا المشكله ايه؟ زياده حجم الاسره وانخفاض الدخل. الاسره عدد افراد الاسره ياما جدا 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 والفلوس قليله. طيب هنا نسبه ضئيله، المشكله في الصحراء ان هي نسبه قليله. طيب هنا حل مشكله بقى سكان الحضر ان احنا نطور العشوائيات. طب حل مشكله طبعا الريف ان احنا نعمل حاجه اسمها تنظيم الاسره وتقليل الانجاب من خلال طبعا حياه كريمه، اللي هي بتعمل ايه؟ بتحاول ان هي ايه؟ توعي الشباب وتقدر ان هي تقدم خدمات لمين؟ لسكان الريف. طب هنا ان احنا نحسن مستوى المعيشه عشان نخلي كل الناس تروح للصحراء فما تكونش نسبه ايه؟ ضئيله. جميل قوي. طب المشروع القومي لتطوير العشوائيات ده اخر نقطه في الدرس، يعد الهدف من مشروع تنظيم الاسره هو الحفاظ على صحه ايه؟ هو احنا بننظم الاسره ليه؟ عشان نحافظ على صحه المراه، والمراه دي شخص غالي علينا قوي قوي قوي. طيب هنا تقليل عدد الاطفال في الاسره الواحده هو ايه معنى الكلام ده؟ تنظيم الاسره. طب لما نقول هنا تسعى مبادره حياه كريمه لتحقيق التنميه المستدامه، هنقول له الكلام ده صح. وبكده يا اولاد نكون قد انتهينا من هذا يعني الدرس ومن حل اسئلته. وان كان لديكم اي استفسار او سؤال اكتبوه لي في التعليقات، وشرف لي ان انا ارد على حضراتكم. ولا تنسونا من خالص دعائكم، ولا تنسونا ايضا من الاشتراك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.